أجمع 9 رؤوس. فتحت البوابات على بركة الله للشوط الرئيس على كأس وزارة العدل الفئة الثالثة مسافة 1800 متر، قيمة الجائزة 150,000 ريال متعطرة. تبدأ الانطلاقة السريعة في المرتبة الأولى متعطرة مع نايف فلانيزي في المرتبة الأولى، نزال كأس وزارة العدل الجروب 3 ما بين جياد 3 سنوات، من يأتي؟ عريب الصيت وكثير يأتي مع ويس أيضا، عريب الصيت ومتعطرة في صدارة هذا الشوط. ما يهم يبدأ أيضا الوصول للمركز الرابع في هذه اللحظات، فيما متعطرة في المسار الداخلي وعريب الصيت في المنتصف في المركز الثاني. ما يهم يبدأ الزحف الآن المركز الثالث، عويس يبدأ في المنتصف الآن، الطريق سالك الآن للمرتبة الرابعة، فيما متعطرة مع عريب الصيت الذي يتحدى مع متعطرة في هذه اللحظات. بدأ قدوم الوجان وما يهمه ومشكل، يبدأان أيضا التقدم في هذه اللحظات. كأس وزارة العدل الفئة الثالثة متعطرة، عريب الصيت ما يهمه، 400 متر الفاصل، عويس الاستحثاث من لويس موراليس، متعطرة الطريق، متعطرة، من يأتي لكأس وزارة العدل الفئة الثالثة هذا الموسم؟ هناك نزال اشتد مشاهدين الكرام، وهنا متعطرة لازالت تمسك بالصدارة، وهنا عويس يبحث، وهنا القدوم لابن قامة للذي يأتي بقوة، ابن قامة يندفع، ابن قامة متعطرة تقدم ابن قامة بكل قوة إلى خط النهاية. ألف المبروك للشعار الأحمر. إذا